في نشرة السعادة هذا الأسبوع: مبادرتان لتعزيز التسامح في العالم العربي أطلقهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهما جائزة محمد بن راشد للتسامح والمعهد الدولي للتسامح. الكاتبة الصحفية السعودية مها الوابل تتخلى عن شعرها دعماً لمرضى سرطان الثدي. مها تعافت من سرطان الثدي دون اللجوء للعلاج الكيماوي ودون خسارة شعرها، فقررت التخلي عنه بعد تعافيها بسنوات تضامناً مع المريضات. أي إنسان عنده فائض مال، وقت، جهد، حب، أي شيء يقدر يعطيه الآخرين اللي يحتاجونه لا يبخل فيه. وإلى الهند مع قصة المهندس فيجاي ذاكور الذي تخلى عن الهندسة للعمل كسائق سيارة أجرة بهدف نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن. ثاكور مر بتجربة قاسية عندما تعرضت زوجته للإجهاض ورفضت جميع سيارات الأجرة التوقف لنقلها إلى المستشفى، وكانت هذه التجربة نقطة تحول بالنسبة له. موقف إنساني آخر من الهند: سيدة بريطانية تطلق حملة تبرعات على الإنترنت لإجراء عملية لجارها الطفل ماهندار المصاب بعيب خلقي لزمه منذ الولادة جراء مرض نادر جعل عضلات عنقه ضعيفة جدا ومائلة، وبعد العملية تمكن ماهندار من مشاهدة العالم من حوله بصورة طبيعية للمرة الأولى، وأصبح قادر على الذهاب إلى المدرسة أيضاً للمرة الأولى في حياته. وإلى بريطانيا مع مفاجأة رومانسية قام بها حارس أمن في أحد المراكز التجارية عندما قدم عرض زواج غير متوقع لحبيبته بعد رقصة استعراضية وبحضور حوالي 300 شخص من المتسوقين. وفي أمريكا أب يبتكر طريقة جديدة لتسلية طفلته ودفعها لممارسة الرياضة بعيداً عن الألعاب التقليدية والأجهزة الإلكترونية، إذ حول حديقة منزله إلى ساحة لعب محفزاً إياها بفكرة التدريب على محاربة نينجا. وفي نيويورك مطعم يعتمد طريقة جديدة لجذب الزبائن وهي توظيف الجدات كطهات رئيسيين. المطعم الذي وظف بداية الجدات الإيطاليات ضم إلى طاقمه لاحقاً جدات من مختلف أنحاء العالم، الإكوادور والجزائر وجمهورية التشيك وسوريا، محققاً نجاحاً باهراً. مجموعة من السكان المحليين غرب ميتشيغان يمنحون شقيقين المقعدين ماثيو وآدم تشافي سيارة خاصة بالمقعدين. الشقيقان أصيبا بالشلل في حادثين منفصلين، لكنهما كانا إيجابيين في التعاطي مع وضعهما، فكافأهما سكان الحي بهذه المبادرة. وأخيراً كلب يندفع نحو رضيع لحمايته عند سماع صوت المنفخ محاولاً تغطية وجه الرضيع ببطنه. صاحبة الكلب أليسا من ولاية نيوجيرسي الأمريكية وثقت المشهد الطريف بهاتفها المحمول.